قال محافظ البحيرة هشام أمنة أنه تم رفع درجة الاستعدادات وحال الطوارئ الاستقبالي عيد القيامة وأعياد الربيع. أشار محافظ البحيرة في تصريحاته لإكسترا نيوز أنه تم تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المركبات والمعديات النيلية. في محافظة البحيرة تم تنسيق أمني كامل مع السيد مدير مديرية الأمن وكل الأجهزة الأمنية المتواجدة مستنفرة لصالح خدمة المواطن. عايز أقول إن في سيطرة أمنية إن شاء الله أكيدة على كافة المداخل والمخارج للمحافظة، وعلى في إقدامات متواجدة لحماية وتأمين إخواتنا الأباط في مناطق تواجدهم بالكنائس. عايز أقول إن في سيطرة على كل طرق الاقتراب للكنائس ونقاط تفتيشية كاملة، الأجهزة بالكامل تؤدي على أكمل وجه. كل الأجهزة الإدارية دينا تعليمات طبعا بتقديم كافة المساعدة سواء من وسائل مواصلات لتوصيل الناس لأماكنها أو تجهيز المتنزهات أو إجراءات نظافة حول الكنائس.